دكتور عبد الله يوسف، طبيب الرعاية المركزة والمدرب بالكلية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة. صباح الورد يا دكتور. صباح الفل على حضراتكم جميعا وعلى كل الناس. يا رب يا رب ان شاء الله كده يكون يوم حلو وبداية سنة جديدة على الناس كلها بإذن الله. يا رب سنة ان شاء الله تكون كلها صحة وتعافي يعني. يا فخلينا رب ان شاء الله. علشان ده يحصل يعني برضو خلينا في البداية نقول ايه اهم الضوابط اللي المفروض احنا كبني ادمين كده ناخد بالنا منها. والله يا فندم، هو الكلام ده يعني احنا كلنا بنقوله ومن زمان جدا، هو مش عاوز اصدم حضرتك واقول لك الكلام ده احنا بنقوله من قبل كورونا، بس هي الناس خدت بالها منه مؤخرا. هو الموضوع ببساطه شديده جدا اللي هو اسلوب حياه صحي كويس للناس كلها بكورونا او من غير كورونا، اللي هو ايه؟ ان انا اتجنب الازدحام على قد ما اقدر، ان انا اتجنب الاماكن المزدحمه. طب لو انا اضطريت ان انا هروح مكان مزدحم او هتعامل مع ناس لازم اسيب مسافه بيني وبين الشخص اللي قدامي، ده بترتيب الاولويات. يعني مش اهم حاجه الكمامه، لا اهم حاجه ان انا ما احتكش اصلا. لو احتكيت بحد ان انا لازم اسيب مسافه على قدر الامكان بيني وبينه حوالي 2 متر. بعد كده لازم ان انا اكون لابس الكمامه ولابس الكمامه بتاعتي بطريقه صح، يعني ان انا ما البس الكمامه مش كل شويه احط ايدي عليها واخلعها والبسها ومش عارف ايه، لان ده كده هتبقى بتفقد اهميتها. الحاجه اللي بعد كده ان انا اتجنب تماما ان انا احط ايدي على وشي او بقي او عيني. الحاجه اللي بعد كده اغسل ايديا بالميه والصابون كلما امكن، في حال عدم توافر الميه والصابون يبقى الكحول هو ده الكحول الترتيب. او الجل المعقم. او الهاند جل. ما هو هاند جل فيه كحول، تمام. وعلى فكره الهاند جل او الكحول ده ماكسيمم ساعتين، يعني هو الفاليديتي بتاعته ماكسيمم ساعتين، هو صالح لمده ساعتين. في خلال ساعتين لازم تغسل ايدك برضه بالميه والصابون. وبرضه بالمناسبه نغسل ايدينا بالميه والصابون او نسيب الكحول على ايدينا 30 ثانيه، يعني مش اللي هو يعني لا، سيب خد وقتك كده في الميه والصابون وفي او الكحول برضه. مينيمم 20 ثانيه كان بيقال في الاول، 20 من 20 ل 30 يعني. ثانيه يعني نقول 20 يبقى نحمد ربنا لو يعني الناس ركزت في لما احنا هنقول 20 وهيرسوا على 5 ثواني. اتفضل. احنا عايزين نتكلم كمان على الاعداد، وخلينا نقول انه للاسف الاعداد فعلا فيها تزايد، وما ينفعش ان احنا نودي وشنا الناحيه الثانيه وندعي انه ما فيش حاجه.